أهلا وسهلا بمتابعين قناتي على اليوتيوب، برحب فيكم جميعا. اليوم موضوعنا رح يكون عن المخلل اللفت. دائما للتشويق بنحب نعرض نتيجة الموضوع اللي عم نحكي عنه، بعدين نروح للخطوات. سمعانين القرشي، هذا التصوير طبعا سابق، أنا من شهر سويت المخلل وبعد أسبوعين من عمله واستوى صورت لكم هذا المقطع، واليوم لحتى قدرت سوي لكم الفيديو بعد شهر. صراحة نحتاج لاثنين كيلو من اللفت، رح نقشره ونقطعه شرائح بالسكين بهذا الشكل، وبعدين ممكن نقطعه بطرق تانية. أنا قطعت كمية مثل شكل حبات البطاطا أو أصابع البطاطا المقلية. هلأ كل شريحة منقطعها نحن بالسكين، ممكن نرجع نقطعها إما بهاي القطاعة لتاخد شكل معرج هيك، أو ممكن يلي ما متوفر عنده هاي القطاعة نعمله بالسكين بكل سهولة. أنا عملت جزء بالسكين وجزء بالقطاعة حسب الرغبة التقطيع، وفي ناس بتعمل مخلل اللفت شرائح مثل ما هيك بدون ما نقطعن لأصابع معرجة أو بالسكين، حسب الرغبة التقطيع مو مشكلة. هلا بعد ما قطعنا اللفت حطيته بالمي لبين ما نحضر المي للمخلل، رح نحتاج حبة شوندر مسلوقة سابقا، ورح نحتاج لكوب من ماء الشوندر المسلوق مبرد ومصفى من الشوائب يلي كانت أثناء سلق الشوندر. رح نحتاج لمي معقمة مغلية ومبردة حتى ما يتشكل طبقة بيضاء للمخلل، وكمان مشان نحنا نشرب المرق المخلل بعدين كتير طيب. رح نحتاج لخل أبيض فنجان، رح نحتاج كمان لملح صخري حصرا للمخللات. هلأ في طريقتين لعمل المرق المخلل، في الفيديو السابق أنا حطيت لكم لكل كوب مي سواء كان من ماء الشوندر أو من ماء العادي معلقة ملح. هلأ أنا عم حط بالمطربان المي ورح أدوق دوقان، بحط الملح بدون ما عير، بحط أول شيء وحرك وبدوق انتم مو شايفين. على الدوقان ليظهر شوي معي الملح، هلا دقته لسه بده كمان، رح ارجع كمان ضيف ملح صخري. وبدوب بهذا الشكل وارجع كمان دوق. ممكن الطريقة التقليدية اللي هي فرشة البيضة، أنا صراحة فرشة البيضة ما بتعامل معها لأنه ولا مرة نجحت معي، فشلت، فاعتمدت هاي الطريقة، إما كل كوب مي معلقة ملح أو على الدوقان. هلأ هيك الملح صار تمام، رح نضيف هلأ الخل، خل أبيض فنجان القهوة، أي فنجان قهوة عندكم مقاسه وسط، شايفين؟ بنحط أو ربع كوب صغير. هيك المي مع الملح والخل صارت تمام. هلأ بدنا نحط اللفت بقلب المطربان، رح نحط قطعتين من الشوندر الأحمر مع قرن فليفلي حدي. فليفلي الحدي طبعا تعطي نكهة كتير طيبة للمخللات، أنا بحسها أساسية، يلي ما بحب الحد هي ما رح تظهر الحد كتير، بس إنه بتعطي نكهة رائعة. أو حطوا الفلفل الحلو يلي ما بحب نكهة الحد. كملت أنا باقي شرائح اللفت وراح أضيف المرق عليهم بهذا الشكل. رح نحط المي بس ما رح نفلله للآخر، رح نخلينا أصبع حتى ما يكبكب معنا بعدين وقت بدنا نخزنه ليستوي. حنتابع وضع المي لحتى نملي المطربان ناقص أصبع واحدة حتى ما يفور ويكب معنا. هلأ منرص اللفت لتحت لحتى ما يضل في مسامات بين اللفت ويدخل هواء، هاي الشغلة ضرورية جدا وحساسة لهذا النوع من المخلل، بيتطلب شوي مراعاة. غطيته وحطيت له تحته صينية، وهلأ رح أدخله على مكان دافئ مظلم يعني بحرارة المطبخ من تحت، خلوه أفضل، رح أتركه شي 10 أيام وراقبه. دائما هذا النوع من المخلل بنعرف انه بيحتاج مكان دافئ، نحن عادة بيعملوه بيحطوه بالمطبخ برف المطبخ من تحت
ويفضل هاي الزاوية اللي بتجي فاصلة بين اليمين واليسار، هاي بتكون التعامل معها شوي صعب، فيفضل الشغلات اللي قليل استعمالا نحطها فيها. انا هون بخزنهم مكان مظلم وما بيوصلوا ضوء ولا شيء، ودافئ بيكون، ويمكن يستغرق اكثر من 10 ايام حسب الجو اللي عنا، وممكن يطول كونه هلا في برد شتوي ممكن يستغرق اكثر. بس انا هون الحرارة عندي بالهند يعني لسه فترة الظهر بتعطي شوية حماوة، احتمال ياخد اقل من 2 اسبوع مثل ما حكيت او 10 ايام. زاد انا عندي مي من مية المخلل ما حبيت اتلفها، فحبيت استفيد منها بفكرة مخلل البصل، حطيت بس فقط نص معلقة صغيرة سكر اذا شفتوها. السكر بيساعد على عملية التخليل. هلا اللفت ما حطينا له لانه هو فيه بحسه حلاوة هيك، فراح يفرز لحاله هاي الحلاوة، فمانه محتاج سكر. هلا البصل هذا متوفر بالهند وكثير بيقدموا بوجبات جنب المشاوي وقصص التندوري، هي كثير طيب، ونزلت لكم طرق التندوري والمسالة شوفوها يلي بيحب الموضوع الأكلات الهندية. غسلتهم وعملت لهم شق بالسكين دون ما أوصل للآخر، فقط للنص، وحطيتهم هلا بالمطربان. هذا النوع من المخلل ما محتاج مكان مظلم ودافئ، ممكن نحطه انا على رف المجلى من برا، خلال 3 4 ايام بيستوي، وكتير طيب وبنصحكم فيه. هذا اليوم كان الموضوع اللي عم نحكي عنه، مخلل اللفت، وكمان هلا البصل اللي فدتكم فيه اللي بيحب يجرب. رح نراقبهم ونشوف قديش كل واحد رح يستغرق لحتى يستوي، وبعدين بنرجع بالخطوة يلي بعدها. هذا المخلل اللفت بعد مرور 10 ايام صراحة استوى، بس ما اخذ لون الورد اللي انا بدي اياه. عادة من حبة شوندر وحدة بسوريا بيصبغ وبصير لونه رائع، بس يبدو النوع اللي انا حاطبته ما كتير. شايفين هاي الفايشة على الوش عاطي لون زهر فاتح، انا بدي اياه لونه وردي. اضفت حبة شوندر سلقتها من جديد مع كوب من مية السلق طبعا مبردة، وصفيتها وحطيتها معهم. رجعت حطيت كيس هون مشان اتفادى دخول اي هواء، لاني انا رجعت فتحته فما بدي يصير طبقة عفوني او هي، حتى لو كان بالبراد معلش نتفادى هذا الشيء. راح خليه 3 ايام لياخد لون وبرجعكم شكله النهائي. هاي الشكل النهائي لمخلل اللفت، طبعا بعد ما حطيت شرائح الشوندر الاحمر بعد 10 ايام حفظته بالبراد لانه هو كان مستوي بس ما كان اخذ لون. هلا هذا اليوم ال 13 من عمل المخلل، اخذ لون حلو وصورت لكم اياه بالطبيعه لحتى تشوفوه على طبيعته كيف طالع. طبعا الشجر عالي عندي وعم تروح الشمس وتجي بيناتهم حسب جيتها على مباشره على اللفت عم يعطي اللون. حتى المرق طالع كتير صافي وما فيه شوائب بيضة، ما فيه هاي الطبقة البيضة لأنه المي عقمناها. شايفين تنشرب وطيبة مع نكهة الفليفل الحدي، وكمان مرقة المخلل هي معقم للجسم يعني لازم نشربها. هلأ كمان رح شوفكن البصل، خلل البصل كمان كيف طلع، كمان رائع شكله حلو. وهي مخلل البصل كمان بمرقة الشوندر الأحمر، كمان هذا رائع وطيب، بيقدموه الهنود مع وجبات المشاوي والتندوري اللي نزلت لكم طرقهم بالقناة شوفون. دجاج رائع طعمته عن جد ذكي جدا، اللي ما مجرب الأكلات هاي الهندية عن جد يجربها ما بيندم. وأنا حاطة كمان خلطة سرية لعمل الدجاج شوفوها، بس للأسف هي كتابة موجودة بقناتي اسمها مسالة. سمعتكم انا قرشة المخلل بداية الفيديو، رح ارجع سمعكم اياها كمان. سمعتوا القرشة ولا تحافظوا عليها، يفضل حفظ المخللات بالبراد لتاخدوا قرشة دائمة. كمان انا بحفظ المربيات وبحفظ المكدوس حتى ما ينهلط بالبراد. هلا لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بقناتي اسفل الفيديو، تنسوا كمان تعملوا لايك وشير للفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن. صار لازم أودعكم وإن شاء الله بشوفكم بوصفة جديدة قريبا. السلام عليكم.